تمام؟ في ناس بظنوا وهذا غريب طبعا انه نوح عليه السلام لما ارسل لحد ما مات كان النبي الوحيد او الرسول الوحيد، ما فيش غيره يعني. طب نشوف، لاحظوا كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. إذن هم كذبوا رسول ولا مرسلين؟ مرسلين. انتبهوا الآن، مين بيجيب لي آية ثانية برضو بتدل بنفس المعنى؟ كيف؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. ابن كثير شو يقول؟ هكيت بتقولوا لي انت بدنا نفهم أكثر من ابن كثير؟ لا، بدنا نقول شو قال هو وكمان بعض المفسرين المعاصرين وغيرهم، لأنهم قالوا أقوال عجيبة. ابن كثير يقول رحمه الله، وطبعا من أفضل كتب التفسير ابن كثير، ديروا بالكم، ويتميز بتفسير القرآن بالقرآن، وإنه تقريبا بنتقد الإشي غير الصحيح لأنه كان محدث. ابن كثير، ابن كثير قال لم يبعث، لم يبعث يعني في قوم نوح إلا نوح. منين؟ الله يقول وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبت قوم نوح المرسلين. كيف لم يبعث؟ جل آلوسي، جل آلوسي وهو من أفضل المفسرين القريبين من عصرنا بس مش في عصرنا، الآلوسي شو قال؟ روح المعاني، الآلوسي من الكتب الممتازة وهو علامة بغداد في عصره، قال لحظها، قال الرسل اللي قبل الرسل هم كذبوا المرسلين، أي يعني كذبوا نوح والرسل اللي قبله. الرسل اللي قبله يا ألوسي، إذا معناته ما أخذتش بالحديث الصحيح، لأنه الحديث الصحيح شو بقول في حديث الشفاعة؟ شو بقول؟ إنه بيجوا لنوح وبيقولوا له يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض، أول الرسل إلى أهل الأرض. كيف طيب؟ هو بجوز لنا نفسر إحنا أمام حديث صحيح؟ ما هي صحيح الحديث، أنت أول الرسل إلى الأرض، إلى أهل الأرض. إذا هاي الألوسي شو قال؟ قال يعني كذبوا نوح والرسل قبله، قبله مين؟ ما فيش قبله. إذا هاي مثلا من كبار المفسرين، وهذا شيء طبيعي في البشر. شو اللي بدعو إنسان زي ابن كثير القول إنه لم يرسل غيرهم؟ ما أدري، ما أدري شو اللي بدع الألوسي يقول الرسل اللي قبله ما وصلوا الحديث كنه، ومش معقول، ما كانش وقتها فطنانه منيح، تمام؟ اللي هو الحديث الصحيح. واللي بستغربه في المنهجية، لاحظوا الآن في المنهجية، اللي بستغربه إنه حاولوا يعطوا معنى هذه الآيات إلا المعنى المنصوص عليه في الآيات. الآيات بتقول الرسل كذبوا الرسل، لاحظوا شو قالوا، قال بعضهم ما هو يعني لما يكذبوا رسول بيكونوا كذبوا كل الرسل، هاي واحد، هاي حل. بعضهم قال ما هم بيكذبوا الرسول هذا راح يكذبوا اللي بعده كمان، مثلا هاي كو هم كذبوا مبدأ الرسالة إذا كذبوا الرسل. يا محترمين، طيب كذبوا الرسل وين الإشكال؟ منين جبتوا إنه فيش إلا نوح؟ حتى نضطر نأول، حتى نضطر نأول النصوص الواضحة. طيب أنا بدي أقول لكم، هاي إبراهيم عليه السلام وهو موجود، وهو موجود كان في لوط وكان في إسحاق وكان في إسماعيل وكان في يعقوب، ومش بعيد يكون يوسف كمان موجود. لا يوسف كل ما كانش فيه، ماشي، هاي في زمن إبراهيم. وقرأنا في سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ولا قال اسم اثنين ولا الثالث، قرية واحدة يرسل لها ثلاث، تمام؟ بعدين موسى وهارون، موسى وهارون
وفي الوقت اللي إبراهيم عليه السلام كان مرسل إلى قوم، كان لوط إلى قوم وهو ابن أخوه آمن وآمن معه. طب من اللي آمنوا مع نوح ما أرسل رسل برضو؟ باقي نوح قادر يطيق على الآلاف المؤلفة في عصر ما فيش فيه وسائل إعلام ولا فضائيات ولا بالفونات، كيف بده يطيق عليهم؟ آه، ما هذه الغريبة، ليش هم بيرفضوا انه يكون مع نوح رسل والنص واضح؟ اما اول رسول نوح، اول رسول نوح، لكن اثناء هال 950 سنة وكثرة الناس كلها، شو المانع يكون في رسل كمان؟ ما هو اصلا كثير كان في رسل مع بعض، ايش المانع؟ وكان ويكون الاول فيهم هو نوح، ما هو اصلا ابراهيم الاساس، وامن له لوط ثم ارسل لوط. ليش؟ ليش لا؟ حتى تشوفوا انه مرات لما يكون في عندي تصور سابق، يا سبحان الله، ما خلص النص واضح، لا انا بدي خلص، قال لك كذب الرسل، انتهى كذب الرسل، وين الاشكال؟ انتبهتوا وين المسألة؟ وين؟ ومع ذلك راح تجدوا ناس بباطحوا ولا يمكن. طب ليش يعني هذا التعصب؟ ليش؟ شو الداعي؟ اعطوني نص حديث او نص قرآن بقولكم انه نوح لما مات ما كانش معاه رسل،